مرحب بمشاهدينا من جديد. تبقت لنا في حال البلد فقرتين، فقرة الختام حتكون صالون السودانية 24، وحيكون مع الشيخ محمد مصطفى الياقوتي وزير الإرشاد والأوقاف السابق، ولعله النقاش معه الليلة بيكون جزء من امتداد للنقاش اللي كان على هذه الطاولة. ولكن الآن نقدم فقرة وصل صوتك، واللي هي مخصصة لإيصال رسائل للمسؤولين وصناع القرار. بعد الفقرة دي نلاقيكم في الصالون، خليكم معنا. نحن بنوصل صوتنا للجهات المسؤولة من نظافة البلد. شوفوا يا جماعة الروابط، الشباب، النفايات بتاعتكم، خلوه يجوا ينظفوا لنا البلد ونحن من وراهم. يعني أي مواطن لو جاء وشاف الجهات المسؤولة بتبدأ، هو طوالي من غير اثنين ثلاثة بيشيل حاجته وبيمشي ينظف معاه. نحن بنناشد وبنوصل صوتنا للجهات المسؤولة عشان يبدوا في النظافة ونحن وراهم. أنا واجهي سؤالي لناس ناس الصحة، وزارة الصحة تقريبا كده، بناسها هي النفايات وهذه الموية في الشوارع وهكذا. أتمنى الناس من الله سبحانه وتعالى الناس يوفقهم ويكونوا يجدوا فيها. وهي جينا والله في حتات كده، ركبنا من السويق البجايدة لقينا أن رايحتها أن ولا تركب في البعض ما تقدر تمشي زي ما تقدر. في أي محل في نفايات يعني مفروض يجيبوا العربات دي تخم الوساخات دي، يعني الشوارع كلها وسمسانينا مولدت لنا البعوض، وانا قالوا في عربات بروش والحياه دي وين هي ذاتها، يعني ما شايفينها. بالنسبه للنظافه طبعا نحن في محليه الخرطوم لا ندعي الكمال، لكن بنجتهد اجتهاد كبير جدا في انه نحن نخلي البيئه خاليه من التلوث البصري وخاليه من توالد الذباب والنفايات وغيره. ويمكن المواطنين لاحظوا شديده ملاحظه كبيره جدا في فتره العيد، فنحن كنا بنعمل حملات ولغاية هسه الآن الحملات موجودة وما في تراكمات في محلية الخرطوم، وفي بعض الشكاوي في بعض المناطق نحن بنتحرك لها بسرعة. ورغم إنه الكلام ده كله نحن ما بنقول نحن بندعي إنه نظفنا 100%، لكن نحن مجتهدين، ولكن برضو نحن نطلب من المواطن إنه يتعاون معنا في العملية بتاعت إنه كيف يتعامل مع النفايات في من ناحيه جمعها ومن ناحيه وضعها لغايه ما تجيها العربيه، ما يبحثوها لنا في الشارع، ما يجدوا الاشياء في الشارع. فالمواطن له دور كبير جدا جدا، ولو هو يتعاون معانا وبقى يستعمل الطريقه الصحيحه في جمع ونقل النفايات بتوفر لنا مبالغ كبيره جدا جدا، تقلل التكلفه، ودي بتعود بالفائده للمواطن ذاته لانه هو اللي بيدفع التكلفه.